في أول زيارة لوزير خارجية سعودي لإيران منذ أكثر من عقد من الزمن، حط ظهر السبت وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في مطار العاصمة الإيرانية، حيث التقى على الإثر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مبنى الخارجية وسط طهران، بعدما كان الوزيران قد اجتمعا مرتين بعد الاتفاق الإيراني السعودي، مرة في بكين وأخرى في كيب تاون. وعقب جولة من المباحثات بينهما اتسمت بالإيجابية والوضوح، أعرب عبد اللهيان عن ارتياحه لوجود نظيره السعودي في طهران، وقال مر نحو 100 يوم منذ اتفاقنا على استئناف العلاقات وتبادلنا اسمي السفيرين بيننا ونعمل على المصادقة عليهما، وأضاف نحن سعداء باستقرار الدبلوماسيين الإيرانيين في السعودية وأن رعايا بلدنا والحجاج الإيرانيين يقضون هذا العام فريضة الحج بشكل جدير ومناسب في المملكة العربية السعودية. إيران تنشد السلام والأمن في المنطقة دائما، ومن أجل إرساء دعائم ثقافية واقتصادية وتجارية وسياسية سعت كثيرا وتدعو إلى ذلك. نحن باغتنام الفرصة فيما يتعلق بأهمية دعم الشعب الفلسطيني، كانت لدينا محادثات ومشاورات ونحن متفقون أن حل قضية فلسطين هي موضوع كبير ويحتل الأولوية الأولى والكبيرة. من جهته أكد بن فرحان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عبد اللهيان أن علاقات الرياض مع طهران قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. سعدت اليوم بتواجدي في طهران ولقاء أخي معالي الدكتور حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية، حيث اتسمت مباحثاتنا بالإيجابية والوضوح. يتم العمل حاليا على استئناف البعثات الدبلوماسية والقنصلية عملها في البلدين، وقد شهدنا افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض والقنصلية في جدة، وكذلك بعثة منظمة التعاون الإسلامي، وسيتبعها قريبا افتتاح السفارة السعودية في طهران. وكلنا أمل أن ينعكس ذلك إيجابيا على البلدين ويفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات لتحقيق المصالح المشتركة، كما نأمل أن تنعكس عودة العلاقات الطبيعية بين البلدين إيجابيا على المنطقة والعالم الإسلامي والعالم أجمع. وأعلن بن فرحان تطلعه للقاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وذلك لنقل تحيات ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز وتسليمه دعوة لزيارة المملكة. وتأتي زيارة بن فرحان لطهران تأكيدا لنجاح السياسة القائمة على حسن الجوار. رنا شماس، قناة الجديد.